السلام عليكم إخواني خواتاتي المغاربة أحرار المواطنين اللي كيموتوا على الوطن ديالهم وعلى المقدسات ديال البلاد ديالهم وتحت الراية الوطنية والعالم الوطني والشعار ديالنا الخالد الله الوطن الملك. خوتي معكم محمد العربي الطنجاوي، كنهضر معكم بحال دايما كنهضر على الخوانة وهذوك اللي كيشعلوا الفتنة بيننا حنا المغاربة بيناتنا وكيحاولوا يخلقوا العرقيات بيناتنا والقبائليات وديك بغاو يخلقوا بيناتنا التفرقة بأي طريقة بأي كيحاربوا من أي جهة بغاو يخلقوا لنا الفتنة. هاد الناس ما بغاوش، هاد الناس تعداو المطالب الحقوقية اللي كانوا كيطلبوا ودابا إذا دابا فراسهم شي حاجة أخرى. ملي المسائل تلباو ليهم الطلبات ديالهم والناس خدامين باش يرضيوهم وهما ما بغاوش يشدوا الارض، يعني ما باغينش القضيه باش تهنا، ما باغيناش نكونوا مستقرين، ما باغينش الحياه تبقى ماشيه بحال اللي كانت، الناس كاملين عايشين مزيانين في هدوء والسلم والسلام والامن والامان. هاد الناس هادو كيفتشوا على شي حاجه اخرى واللي عمرها ما تكون ليهم ولا لصحابهم اللي مخدمينهم، ما هما راه غير بيادق. ديك الافكار اللي كيفكروا راه عمرها ما تكون ليهم على هاد البلاد على هاد الوطن اللي هو المغرب الحبيب ديالنا. راه ما فرطوش فيه وما فرطوش مالكنا وما فرطوش حتى شي حاجه من المسائل ديالنا اللي كتجمعنا واللي كتوحدنا. راه والله تحيدوا لنا هاد المسائل اللي كتوحدنا تنوليو شيكايا كلشي. حنا المغاربه حنا راه قباح، حنا قباح بزاف، وما بالوكا الا شدينا شي حاجه في يدينا ولا لقينا الغلب على شي حاجه على شي واحد. حنا المغاربه راه قباح، وكاينين اللي كيستغلوا هاد النقاط في النفسية المغاربة وكي يحاولوا يأججوا ويشعلوا الفتن. تولوا في هاد الأوينة الأخيرة كيشدوا شباب صغارين وكيخلصوا لهم القهوة ديال ورا الفطور وباكية الكارو وكيصيفطوهم يجلسوا في السيفير يقولوا داكشي اللي بغاوهم وما يقولوا. ودائما زعما كيحاولوا ما يديروا لا التصاور ديالهم ولا الاسماء ديالهم باش عرفهم ساذجين. راه الا بغاو يجبدوك راك بداك لي زينيسيال اللي داير ولا بداك التخربيقه اللي داير ولا اللي درسي باش ما غادي يجبدوك يجبدوك. وخا نتا سميتك قدور وكدير العياشي، سمعتي يا طوطو؟ راه ما تقضي والو بهاد الفتنه. المغرب ماشي الحمد لله والمشاريع كادار بشهاده من المواطنين وبشهاده من الناس من على برا وكل شيء. كدار مشاريع كبيره لمهمه لبلادنا والمواطنين ديالنا واليد العامله ديالنا والسمعه ديال بلادنا والسمعة لينا حنا كمغاربة. قلت لكم مرة أخرى ما بقاوش يشوفوا غير المساوئ، شوفوا في المحاسن. واش هاد الناس ديال المنطقة ديال الريف ديالنا رياف أخوتنا حبايب
القتلى ديالنا الحبايب في الدم، هاد الوفا ديالنا. وياك دابا صافي تعطاو لي انطلاقات الاشغال اللي هما داخله فيهم متطلبات ديالكم وهذا، وصافي وصافي دابا حاولوا تجلسوا وحاولوا تشوفوا كيفاش ان شاء الله ما يكون غير الخير. ما يمكنش الرموز العاليه ديال البلاد غادي تعطي عهودات وغتكذب، اولا المشاريع اللي داروا علانيه تحت انظار العالم وغيكون داكشي كامل غير كذوب غير عليك انت، ما يمكنش. وكما كنعرفوا راه كاين المشروع ديال حسيمه منارات متوسط ولا كيفاش كاين هذاك، راه كاين والعالم شهد على التدشين على هذاك ديالو على كل شيء ديالو، يعني من واش هادشي غيكون غير خيال غير كذوب؟ ما يمكنش. عندنا 34 مركز صحي اللي هما كيتعاود لا غيام ناجمون ديالهم، 34 مركز صحي اللي كتعاود كيجيبوا لهم الحاجات اللي كانوا ناقصينهم، وكيجيبوا لهم كيزيدوا لهم الاطر اللي كانوا ناقصين. 34 مركز صحي الحسيمه والنواحي ديالها، والمستشفى اللي غادي يكون متعدد اختصاصات منهم السرطان السرطان اللي القيمه الاجماليه ديالو 374 مليون درهم، والطرقات الحسيمه والنواحي ديالها تاني الطرقات اللي كتربط مداشير واللي كتربط عاود 625 مليون درهم فاصله 6. وزيد الناحيه الثقافيه قد يكون مركز ثقافي سونتر كولتوريل، وغادي يكون تياتر، اللي هو مسرح بلدي، وغادي يكون كونسيرفاتوار، معهد موسيقي، وغيكون هادشي صالح، هادشي خص كاملين كليد المغاربة اللي عارفين المسائل اللي كدار، اللي غير تابعين شي وحدين وكيهضروا تابعينهم حيت كيغلبوا عليهم دوك الخطابات التافهة وكيبقاو تابعينهم في الهوا غير على الهضور الخاوية، ما عارفين شنو كاين في الواقع، شنو كاين في أرض الواقع، شنو اللي كاين وشنو اللي كيدار وشنو اللي غيدار. أولاد الحرام هادوك اللي مخبين ورا لي بيسي ومخبين ورا كيخربقو هكا وطايحين كيخربقو كيفتنو، أولاد الحرام قولوا المحاسن اللي كاين في البلاد، وقولوا المحاسن اللي كاين كدار، وقولوا الحاجات اللي مزيانين، وفرحوا المواطنين وهنيوا قلبو. نتوما دابا كتزيدوا حتى لهنا كتزولوه للمواطن، حتى هو كديرو جيوه حتى في لا ترونكيليتي المورال ديالو. باركهم الفتنة باركهم، كتعرفو غير في لي كومونتير كتخباو، ما كديروش لا اسماء ديالكم لا تصاور لا والو، وكتبقاو تعايرو في سيادكم، ما عارفين شنو كاين، وغير كتهضرو صافي. مخير فيكم الى شديتي قول لي غير الاسماء ديال الوزاره ديال بلادك شكون هما ما كيعرفهمش، قول له غير شنو هما الحقوق ديالك كمواطن ما كيعرفهمش، واش هادو غيكون في يدهم الشأن اولا غادي يعطيو شي نتيجه في هاد
فهاد الشي اللي واقع فهاد الفتنه وهاد الروينه وهاد الشتات اللي غادي الله يحفظ اللي غيوقع الا بقينا غاديين هكا، راه غيوقع التفرقه ويوقع الشتات بحال اللي قلت. كاين شباب صغارين ولا كاين تا منهم كبار اللي هارب ليهم فريق بحال اللي كيقولوا حميه، ما عارفينش الحقيقه وغير كيهضروا صافي، كينطلقوا من نفسهم الشريره اللي ما كتحمل غير الشر والحقد والغل، كينطلقوا من النفسيه ديالهم المريضه الخبيثه، وكيبقاو يهضروا ويعطيو خطابات للناس خطابات خامجه. نعطيكم مثال بسيط، هانتوما شوفوا هذا، شوفوا لك شوفوا لا كومونتير هذا، ما بغاش يتشد ليا، ما عرفش كيفاش ولكن ما علينا. شفت واحد كومونتير ديال شي واحد كاتب يا شباب الريف عليكم، بلا تنقول بعدا مول هاد قناة هادي ديال اليوتيوب، كارتون داير العالم المنبود ديال الريف والتصويره ديال عبد الكريم الخطابي، وكيقول يا شباب الريف عليكم بحمل السلاح واخراج المخزن من هذه المنطقه الطاهره، تحيه الجمهوريه المغربيه وتسقط الملكيه الفاسده، نحن لم نتحرر بعد، ويا للأسف ما زلنا نعيش زمن العبودية والضلال. عاش الشعب. واش دابا هاد الهضرة هادي وعدي التناقض، عندو تناقض في نفس كومونتير، عندو تناقض، كيهضر على الريف واحد شوية دخل في الجمهورية المغربية واحد شوية، يعني باين عليه كيكتب هو ثالث مثلو بشد به الرعدة، حيت عارف راسو كيكتب على السياد وكيكتب على الوطن اللي هو شي حاجة كبيرة وشي حاجة اللي كتهزني ما الكيان، يدو كانوا كيترعدو ملي كان كيكتب، راه كان كيترعد. وبحال هادو دابا شنو دابا شنو هذا، ماشي مدفوع باش يقول هاد اسيدي حنا نتبعو هاد الهضرة ديالك ولد الحرام يا اليهودي، كيفاش كتستدعي انت الشباب يهزو السلاح؟ واش غير اجي فين هو هاد السلاح الهم دي ماك؟ ودابا انا كنستدعي عند هادي دعوة للشرطة القضائية ديالنا المركز الابحاث القضائية، هاد السيد هذا جبدوه، ميمكنش غير هضر على السلاح وصافي، ما قال السلاح الا وشي حاجة في راسو، من اللي كيقول نحملو السلاح اذا الحاجه موجوده خصها غير اللي يحملها، هادشي اللي كان فهمت انا. هاد الناس هادو خصهم يتعرفوا ويتربوا، هادي راه دعوه خطيره كيوجهها الشباب ديال المغاربه، مع ان الشباب صغار اللي باقيين اللي زادوا مراهقين وعندنا باقي عقلهم طري، بحال هاد الخطابات وبحال هاد الدعاوات هادو يوسخو لهم عقلهم،
هذا ما كرهتش انا غدا غدا يصبح يصبحني يماه في التحقيقات، ورينا ملي جبتي هاد الهضره ديال حملوا السلاح، انت اللي غتعطيهم السلاح باش يحملوه، واجين يماك فينا هو داك السلاح هكا خص بحال هادو خصهم يطيروا على يماهم. والله الا قال لك يا شباب الريف عليكم بحمل السلاح، وشوف على هضره هذا جاتو سهله، وقلت لكم كان كيكتبها كانوا يدو عرقانين وكيترعشوا هو كيكتبها، لان استغفر الله حاشاكم، لان كيهضر على واحد القضيه على الوطن ديالو اللي كبر فيه وتزاد فيه وكيمشي ويجي في دمه وفي عروقه، هذا واللي بحالو حنا نتولاهم. انا والله انا تابع يما، هذا غنتبع يما من اليوم، انا تابعو ما نتفكش منه، نعرف يما شني كينشر وشني كيعمل وشني كيدير، اه حيت باينة في خائن، هذا خائن معصر مقطر اللي كيقول هاد الكلام هذا، كيشجع على الفتنة في البلاد ديالو، راه ما كيعرفش بحق الفتنة وما كيعرفش بحق السلاح اللي كيقول هذا، إلا سمع غير قرطاس يهرب يتخبى، أقرب ثقبة أقرب حفرة ليه يتخبى فيها، هذا إلا سمع غير الطيارة فوق منه يدوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سمحوا لي أخوتي عافاكم. عاد هذا غادي يقدر على اليومية يسمع القرطاس ويسمع القنابل ويسمع، علاش اسيدي علاش اسيدي حنا نعيشو هاد الحياة اللي بغاو لينا دولة الحرام، الهلا كيفاش تكون ليهم ولا الحرام، الله يجعل ربي يجيبها فيهم كاملين قبل ما يشوفوا داك النار اللي كيتمناو، اليهود الخائنين الخوانة العصير ديال الخوانة ولا الحرام. انا قلت لكم هادوك راه يصنعو السلاح يهربو يتخبعو، بقات في الهضرة عليكم بحمل السلاح، اسير تخرا سمحولي اخوتي راه سير تلعب اصاحبي، لعب غير باب داركم، لعب حدا نيفك، راه هاد الهضرة بزاف عليك اللي كتقول، راه الحرب ما فيها فايدة والسلاح ما فيه فايدة، راه داكشي فيه غير الدمار والفتنة والروينة والتشتتات وراه أنا وياك اللي غنبقاو هنا إلا تقودات، نبقاو الراس عند الراس صافي، هادشي اللي بغيتي وفهم الهضرة، زعما بحالي وبحالك هما اللي غيبقاو هنا، هادشي اللي بغيتو واللي بغيتي انت يا مول هاد، ها قال لك عليكم بحمل السلاح يا شباب الريف، سير الله يحسن لك ديك كلاشينكوف الله يجلسك عليها، استغفر الله اعوذ بالله، طلعوا لي الدم اخوتي سمحوا لي اخوتي سمحوا، راه ما كيما كنبقى من بحال هادو وصلونا وكاين بزاف بحالهم، وخوتي نتوما اللي في الانترنت حاولوا تردوا البال بحال هاد الشمايت هادو، ردوا منهم البال وعطيو لي ما وما لقيتو الفرص، فيما لقيتي الفرصة عطيني ما، فيما كان ولو غير لي كومونتير ولو غير نحاربوهم تحنا يا عاوتاني بطريقة ديالنا، راه الناس بغاو يزرعوا لنا الفتنة في البلاد عباد الله، واش غنقولوا هيدا هو العادة وعباد الله، وهاد الناس بغاو يزرعوا لنا الفتنة في البلاد، ما بغاوناش نبقاو هكا آمنين، وما بغاوش ما بغاوناش نبقاو سالمين،
وما بقاوناش ما بغاوناش نبقاو عايشين ترانكيل بخير على خير. الوطن كيتقدم، المسيرة التنموية ماشية، كل شيء ماشي، ولو تدريجيا ولو بشوية، الحمد لله كيدار بعدا شي حاجة كتدار. إلا ما حضرناش حنا عليها، غير حضروا عليها أولادنا والأحفاد ديالنا. هذه هي النظرة اللي خصنا تكون. الله يجازيكم اخوتي، غنعاود النداء ديال دائما اللي كنقول، ما تبقاوش تديو على الخوانا الهضور ديالهم والفيديوهات ديالهم، ما تبقاوش تفرجوا فيهم كاع، ما تصنتوش ليهم، راه كيقولوا غير كلام الخاوي. عافاكم اخوتي، اللي تشوفوه مواطن حر كيموت على الوطن وباغينا نبقاو هكا، واخا تصنتولو ما فيها باس، ولكن دوك ولاد الحرام دوك اللي باغيين يتفرجوا فينا ويبقاو يتفرجوا علينا في التلفاز، في قنوات التلفازية كيقولوا شو المغرب شني فيه وشوف هذا، وهما كيتفرجوا فينا. ها اللي بغاو ولاد الحرام، عاد تبرد ليهم هذيك، صافي صافي. الهم ديماك اليهودية الخائن، أينما كنت شكون ما بغيتي تكون، كاملين يا الخوانا كنهضر معاكم، عاد تبرد ليكم داك الساعة، صافي. شكون تشوفونا مفتونين، عاد تهنى انت، عاد تكون هاني مع راسك على برا، وتبقى واش غتزيدنا انت داك الساعات، او القحبة يا الحمار يا اليهودي يا الخائن، اش غتزيدنا انت؟ واش درتي لينا كاع؟ واش باش غتزيدنا؟ ها صافي، وتبقى تقول احنا ما صحاب الناس، غتكون هكا، كون عرفنا غيكون هكا ما كناش نقولو ونديرو. عاد داك الساعات الحمير تندمو، وما تنفع ندامة، حيت مخير في ماكم والديه هنايا وخوتو، وهنا عائلتو، مخير باباكم هنايا عائلتو، إما 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 بابا إما خا إما ختو إما إما إما. ها هادشي اللي خصكم يا الخوانا يا ولاد الحرام يا اليهود، تفو عليكم. المغرب غيبقى موحد، ويبقى دائما مغرب واحد، وطن واحد، الله الوطن الملك، وتحت الراية الوطنية، إيه تحت العالم الوطني هذا، هذا تحت هذا العالم، إيه، ويسقط الخوانا فيما كانوا. راه ما تقضي والو يا ولاد الحرام، يا اليهود، يا الجاهلين، يا نكارين الخير، يا المنبوذين، يا المكروهين، يا المبغوضين، لا من عند الوطن ولا من عند المواطنين، راكم حتالة ديال الزبل. لا حكم المغرب، حنا لحناكم، نتوما الزبل، سميناكم ما غيكون فيكم خير ولحناكم. سمعتي؟ فهمها كيما بغيتي. الله يخليها سلعة، الله يخليها سلعة. نتوما باقي تقولوا مغاربة، يعودوا بالله من الشيطان الرجيم. وتلقاك دابا نيت، دابا نيت، الا سولك شي واحد في داك السويد ولا في داك الميريكان ولا في داك الطاليان ولا في داك اسبانيا ولا في داك داك خينا اللي في هولندا، ولا دابا الا سولك شي نصراني كيقول لك وير فروم يو، كتقول له انت فروم موروكو، بزز منك. ها بلا ما تحس كتقول له انا مغربي، وهنا كت بلا بلا كتعاو عاو. ها راكم خسارة، والله إلا خسارة، كتبقاو محسوبين علينا، ولو أننا ضحناكم، ولو أنكم كاين الحمير اللي قطعنا معاهم كل شيء، مزقوا الجوازات، مزقوا هادوك بعدا هادوك، صافي. كنطلبوا من الله ما يكون لا عفو ليهم لا حتى شي حاجة، هادوك ما كي تحسبش عليهم لا عفو ولا والو، هادوك الناس صلاة النبي
غسلنا عليهم يدينا، ما بقاوش مغاربه نهائيا. وملي ما بقاوش مغاربه رجعوا اعداء ديال المغاربه واعداء ديال الاستقرار في هذه البلاد الحبيبه. الاستقرار اللي حنا عايشين فيه واللي كيحسدونا عليه حتى الدول، ايه الحمير، حتى الدول كيحسدونا على هذا الاستقرار اللي حنا فيه عايشين. ايه في المغرب الحبيب 3500 كيلومتر ديال البحر، نعم اه، والجبال والصحاري واللي بغيتي. الحمد لله المغرب متنوع الخيرات ومتنوع الطبيعة ومتنوع في كل شيء. ما بغيتوناش نبقاو هكا مستقرين ماشيين شوية علينا نحو التقدم والازدهار، اللي الحمد لله ولينا كنحتلوا مراكز مشرفة. المهم ماشي حنا الاخرانيين، كاين تحت منا ورانا بزاف اللي مقود عليهم، مقود عليهم اكثر منا حنا. نرجع نقول لكم اخوتي المغاربه، ما تبقاوش تديو على دوك الخوانه، ما تبقاوش تصنتوا الفيديوهات ديالهم، ما تبقاوش تزيدوا ليهم مشاهدات ديالهم. انا فرحت شفت هاد الايامات بداو كيقللوا ليهم مشاهدات، المغاربه بداو كيعيقوا بيهم، بداو كيعرفوهم، فهموا ليهم شنو كيدور لهم في داك العقل الخامج. راه حتى مغربي ميبغي شي واحد يحيك شي شر للمغرب والمغاربه، ولو يكون مننا نأدبوه. علاش لا نأدبوه وعاود يندمج وعاود إياه ويكون مغربي صالح ومواطن صحيح، مواطن قح. واخوتي نزيد نقولها لكم، ما تبقاوش ديوها بديك الخوانة. السلام عليكم، كان معكم خاكم محمد العربي من طنجة، وإلى اللقاء إن شاء الله فرصة مقبلة.